ليس من عود التايجر، هذا هو عود التايجر. شوف الزبد كيف ما شاء الله تبارك الله، فوحان ثبات أداء عالي للمجالس الكبيرة والعامرة، فخم ما شاء الله تبارك الله. كويس كده. ميزة العود التايجر انه الكسر نفسها من عود طبيعي، الخشب الموجود خشب طبيعي، والتحسين او الاضافات المحطوطة فيه ايضا طبيعية، فتجيك رائحة العود الاصلي المعروف تمام، بسعر مناسب يعني الأوقية 150 160، شيء صراحة جميل وفخم ويصمل معك على الجمر. يعني شوف هذه كسرة الحين أكثر من دقيقة، أكثر من دقيقتين، وإلى الحين شوف كيف، يعني قبل بداية التصوير هي شغالة وإلى الحين ما خلصت، فتصلح مع المجلس اللي فيه 10 رجال، في 10 أشخاص، 15 شخص، يضبط معك الكسر ما شاء الله تبارك الله. الزبد شوف كيف الزبد ما شاء الله تبارك الله.